خش الماء جوه. ربنا يسلمك بالله وامرك. Thank you.
زعلت منك المرة دي مش هقفل كويس. أصحاب الشحن الأصليين جايين، ودول ما بيتهموش حلاوة، دول بيضربوا بالرصاص. يعني لو كل واحد نشك رصاصة هتبقى منخل، لا هتنفع طبلة ولا طار. لا يا شكري، ما تركبش دماغك. اشتري منهم الشحنة تاني؟ هم جننوا؟ المجنون هو أنت. اسمع بقولك إيه، ده مش رأي أنا لوحدي، ده رأي جميع الشرط. الشحنة دي مش بتاعتك أنت لوحدك، ده أنت يا دوب يعني حصتك فيها كلام فارغ، يا دوب العمولة. يا سيدي ويا عيني يعني، نبقى نرفع الأسعار، ما الناس واخد حقها على كده. أيوه، اسمع، أنت تنفذ اللي بقولك عليه بالظبط، من غير وجع دماغ. حاجة يبقى ايه ده؟ ايه ده بالظبط؟ ايه ده؟ بودرة تلج، بودرة تلج، أنا مش فاهم بودرة التلج؟ هنزل إعلان في التلفزيون، بودرة شيك وسبع سبعات تحمي الجلد من الالتهابات. خد بودرة، خد التلج، خد البودرة. اهلا، انت هنا؟ جيب لي بودرة تلج. فكرتش السمامين الغلابة يعملوا هيك؟ دي الحاجة الوحيدة اللي توصلتهم. انت ما فكرتش بتعمل فيهم ايه؟ بعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ما فكرتش انها بتاكل دماغهم وبتاكل ضميرهم وتخليهم يبيعوا اغلى حاجه عندهم حتى اولادهم؟ ما بنقصش حد على ايده. خلاص ما تقلقش، ما تزعلش يا شكري بيه، البودره الحقيقيه ايه؟ انا دلوقتي نملت. شكرين يا حضرة الظابط. ظابط؟ تمام؟